معالي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع استقبل اليوم وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزه وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. يفتح يوم غد باب التسجيل لحجاج السلطنة لهذا العام من خلال نظام التسجيل الإلكتروني، ويستمر حتى 26 من مارس الجاري. شرطة عمان السلطانية تلقي القبض على المواطن المتهم بسرقة سجلي معاملات من المديرية العامة للإسكان بمحافظة البريمي بعد أن اعتدى على أحد الموظفين ولاذ بالفرار.